نقترب من نصف عام على إعفاء الحلبوسي من مجلس النواب وشغور مقعد الرئيس. شاكوش الرئيس بيد النائب الأول، والمكون المعني بهذا الموقع بعد منقسم على نفسه. تنطرح أسماء وتتحرك أسماء. شنو الجديد؟ الجديد أنه المحكمة الاتحادية قالت عمي ترى منصب الرئيس هاي شغلة سياسية، حاولوا تفضوها واستلموا الإشارة، ترى التأجيل لإعطاء فرصة لحسم سياسي وممكن أن يكون انتخاب رئيس البرلمان مع قيام الدعوة من الناحية القانونية. الإطار التنسيقي، الكتلة الأكبر اجتمعت بمنزل العبادي، وكان محور اللقاء هو موقف الكتلة الأكبر من جلسة انتخاب الرئيس الجديد للبرلمان. والمعلومات تتحدث عن أهمية اتفاق المكون على صاحبهم، وأي شخصية تتسم بالمعايير المطلوبة ومتفق عليها راح يمشي. الآن الكرة في ملعب القوى السياسية، والكرة في ملعب البرلمان، تحديدا بالبرلمان. وممكن لرئيس الوزراء السوداني أن يرعى اجتماع للقوى السنية حتى يحسم موضوع الرئيس، باعتبار السوداني مو طرف ولا عنده كتلة مباشرة بمجلس النواب ولا عنده مصلحة، لا يمزيد ولا يمع بيد. يريد إدامة صحو الأجواء التنفيذية والتشريعية حتى الرجال يقدر يكمل شغله. ويا كل الهلا بكم. حياكم الله مشاهدينا الكرام بكلام حر، وارحب بضيوف حلقه اليوم ابتداء من الاستاذ محمد الغريري عضو في حزب تقدم. حياك الله. حياك الله استاذ محمد. وايضا الضيف الاخر الاستاذ مهند الراوي سياسي مستقل. حياك الله استاذ مهند. وخلي نبتدي الحديث معك استاذ محمد، حياك الله مره ثانيه. حياك الله، الله يحفظك. البعض يقرا انه موقف المحكمه الاتحاديه على انه الخاسر هي كتله تقدم. نعم. بمعنى انه الانتخاب ممكن يكون مع الدعوه. طيب يعني الدعوه التي ستقام. نعم. طيب بظل كل هاي المجريات كيف تشوف الموضوع وين ماشي؟ السلام عليكم، تحيه طيبه لجنابك الكريم ولضيفك الكريم ولمشاهدي قناتكم. حياك. بالبدايه تعرفين يعني حزب تقدم مو حزب يعني عنده 10 او 20 عضو مجلس نواب او 30 حزب. نعم. مشارك بالعملية السياسية وعنده تفاهمات وعنده شركاء. نعم. داخل الإطار التنسيقي وعنده شركاء داخل المكون وأكو تفاهمات سياسية. أنا أعتقد أنه من شاركنا في ظل هذه الحكومة كاكو برنامج سياسي، وكان تحالف هو تحالف إدارة الدولة وإحنا جزء أساسي من هذا التحالف، ومضينا بكل الإجراءات الداعمة لهذا التحالف وداعمين لسيد رئيس الوزراء. نعم. ضمن برنامج الحكومي. وتعرفين من اجينا احنا وشاركنا بهاي العمليه حزب تقدم هو الفائز الاول بالنسبه
المكون السني بين قوسين احنا ان شاء الله كنا عراقيين وكنا واحد، ولكن يعني مثل ما اعتادين انه المناطق اللي هي الغربيه والجنوبيه. فحزب تقدم هو الفائز الاول وحصد على فوز ب 38 عضو مجلس نواب، وبعدها التحقوا 8 من اخواننا المستقلين وبدلاء السبعه فصار 51 عضو مجلس نواب. انا اعتقد انه من تم الامضاء بس حسب المعطيات انه الاغلبيه ذهبت من تقدم. هسه اكمل لك عايش بيها. لحد الان موجوده الاغلبيه داخل تقدم لم تذهب. ولكن القصد من اجينا مع اخواننا شركائنا في المكون من الكتل الاخرى يعرفون جيدا انه استحقاق رئاسه مجلس النواب هو لتقدم. اذا طيب. نرجع على النقاط اللي شاركنا بها بتشكيل حكومه. نعم. فمنصب رئيس مجلس النواب انحسب على التقدم ب 28 نقطة خلينا نقول. طيب. مثل ما معتاد في كل دورة انتخابية. نعم. فخلاف هذا الأمر إذا هم ما يعترفون بهذا الشراكة اللي احنا أمضينا بيها أنا أعتقد فنرجع توزيع النقاط من البداية. نعم. ولكن احنا ما ردنا نعطل العملية السياسية أو الاستقرار السياسي حتى نمشي الأمور. فقبلنا أنه احنا يكون من حصتنا ثلاث وزارات ورئاسة مجلس النواب، والآخرين أخذوا وزارة التجارة ويأخذ التربية واللي كان ديوان الوقف السني إلى. فاليوم اذا في حال انه اليوم مثلا خلينا نقول انه اي وزاره هي تابعه لجهه سياسيه معروفه، يعني مثلا اليوم خلي اضرب مثال في وزاره يعني كسبيل المثال مثلا وزاره التربيه، اذا مثلا تم تغيير الوزير هل نجي احنا كتقدم ونقول يابا هاي حصتنا واستحقاقنا تعالوا اعطونا؟ احنا نعرف انه هذا الاستحقاق لاخواننا الباقين. طيب. فالاغلبيه موجوده على التقدم، وانا اعتقد حتى بعد الاجتماع حتى تكونين بالصوره، وهذا الكلام أي أكدنا اجتماع القوى اللي أسمت نفسها أغلبية المكون السني، وهذا راح نجي عليها طبعا في أكمل الشيء حتى ما أخذ من وقت أستاذ مهند. نعم. أنه قسم من اللي كانوا موجودين يعني انزعجوا من البيان لأن ما عندهم علم به أصلا. خوش. فهذه يعني هم معلومة أعتقد هي معروفة صار أربع خمس أيام، أنه اللي قسم من الموجودين ما يعرفوا أنه أكو بيان يعني بعضهم، وتفاجئوا قسم من استنكروا هذا البيان وقال المفروض احنا هذا البيان نشوفه قبل ما نعرض حتى على وسط يعني مواقع التواصل الاجتماعي. اللي اعترضوا على البيان من الطرف السني ايضا؟ من داخل القوى المجتمعه. طيب. طيب خلي ارجع تفاصيل هذا الموضوع بعد ان انتقل للاستاذ مهند. حياك الله استاذ مهند مره ثانيه. تقدم اكثر عددا واكثر تحالفا مع الكرد ومع السنه، هذه القوى الثلاث على ماذا تعول؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولضيفك الكريم ولمشاهدي قناة الفرات الفضائية. يعني أولا خلينا نتكلم عن لغة الأرقام. نعم. يعني عندما كانت تحالف السيادة الذي دخل بحزب تقدم والمشروع العربي وأسموه تحالف السيادة، ووصل عدد نوابهم إلى 61 نائب. هذا العدد شكله بدخله مع ائتلاف إدارة الدولة. مع الأخوة في الإطار التنسيقي والأخوة الأكراد. نعم. هذا العدد يعني مضت على تشكيل الدولة والحكومة العراقية على هذا الأساس، وطبعا أكيد الإطار التنسيقي أعطى لكتلة عزم اللي هي كانت مع برئاسة السيد السام الضائي وكتلة أبو مازن أعتقد. نعم. هنا مهم دخلهم كلهم في هذا الائتلاف، ائتلاف إدارة الدولة. طيب. شكلوا هذا الحكومة. نعم. وعلى أثر شوفي هذا الانقسام والانشطار بعد خصوصا هي يعني قد حتى يعني ننظر إلى الأحداث بشكل تفصيلي وحقيقي بدون. نعم. حتى لا اليوم خلينا نتكلم بشكل مفصل. نعم. يعني انعكاسات انتخابات مجالس المحافظات والحكومات المحلية أدت إلى هذا رغم أن هناك انسحابات. ما هو تأجل اختيار منصب رئيس مجلس النواب لا ما بعد الانتخابات، هو هذا سبب المشكلة. تصفى حاسمين الأمر قبل. نعم. انتخابات مجالس المحافظات أحسن لهم. أنا أقول لك لو حاسمين قبل المنصب، يعني الأخوة في تقدم كانوا يعني يتوقعون أن هناك عدول عن
عن قرار المحكمة السعودية، وكانوا كثير من المحللين إخوة في تقدم طالعين أكثر من معايا يصرون على أنه ممكن عودة السيد الحلبوسي، وهذا طبعا يعني ضرب من الخيال. نعم، يعني ما شفنا عن قرار محكمة الاتحادية يوم من الأيام قرار للمحكمة الاتحادية عدلت عن قراره. قل لي أكو قرار للمحكمة الاتحادية تأتي بعد المحكمة الاتحادية الثانية ممكن تعدل على القرار، لكن أبدا ما أكو قرار يوم من الأيام، لا كانت في زمن السيد مدحت المحمود ولا كانت في زمن السيد العميري أنه تمضي قرار وتعدل عليه. قراراتها باتت ملزمة من جميع السلطات. المهم حتى لا نذهب إلى هذا الموضوع، الانقسام بدأ بشكل بعد صار انقسام حاد داخل كتلة السيادة، ها حتى انا اتكلم بشكل صحيح حتى لا ياخذ انه اني بنت جد، انا اقف والله العظيم على مسافه واحده، انا اعترض على ممارسات وليس على اشخاص. طيب بعد تشكيل الحكومه سمي تحالف السياده بحزب السياده برئاسه الشيخ، سجلوه باسم الشيخ الخنجر. استاذ مهند، وانا هذه التفاصيل اذا تسمح لي، هاي التفاصيل هي كلها معروفه ومرت علينا وعشناها وهي ما صار لها هوايه. احكي لي بالوقت الحالي، الوقت الحالي بعد انتخاب مجالس المحافظه، حتى نرجع هذا الانشطار اسببه مجالس المحافظات. نعم، هذا اللي خلى كتله السياده براس الشيخ الخنجر وعزم وحسم تجتمع، واقصد تقدم من محافظه بغداد وصلاح الدين ونينوى. طيب بعد استئثار تقدم بمحافظه الانبار كانت رده الفعل للقوى السياسيه السنيه الباقيه حسم وعزم والسياده باقصى تقدم من، وانا في لقاء اول يوم تشكيل الحكومه قلت لهم هذا راح ينعكس على البرلمان وراح يجتمعون وراح يحققون اغلبيه سنيه. نرجع لهي النقطه، بس خلي اشوف راي استاذ محمد. استاذ محمد، يعني ماذا لو تم انتخاب الرئيس بعيد من تقدم او دون رغبه تقدم، يعني هل ممكن سيعاد تفعيل الدعوه؟ اي دعوه تقصدين بها؟ دعوه المقاومه ضد التقدم ضد الحلبوسي. الدعوه اللي هي بما يخص بما يخص عن ما عندي يعني تفعيل الجهه القانونيه، مساله قانونيه، ممكن ارباك قانوني جديد ضد التقدم. والله يعني شوفي يا ستي العزيزه، اول شيء تقدم تعرضت الى سلسله من الهجمات. طيب احنا يعني اجي اول موضوع اعقب على كلام استاذ مهند واقول لك سلسله الهجمات شنو. بما يخص كان قرار المحكمه الاتحاديه، نعم، ما يخص اللي صار ويا الرئيس الحلبوسي كنا احنا واضحين به جدا، وكنا احنا مع قرار المحكمه ومباشره انطينا مرشح بديل، يعني هاي النقطه حتى احنا نكون بالصوره، التزمنا بقرار قضاء العراقي وقلنا لهم احنا هذا مرشحنا البديل. طيب النقطه الثانيه، اذا اغلبيه المكون السني هي بعدد شخوص وعدد الكتل فاعتقد هذا وهم. أغلبية المكون بعدد أعضاء مجلس النواب بالنسبة لحزب تقدم المجتمعين في آخر اجتماع الهدف من عنده كان يريدون يوصلون رسالة لشركائنا بالبلد وللرأي العام ويوهمون شركائنا بأنهم الأغلبية، كون أنه قالوا ببيانهم أننا أغلبية المكون السني، اجتمعت الكتل المتمثله باغلبيه المكون السني، هي هاي الكتل كلها ما تجي بعدد اعضاء مجلس النواب بنسبه تقدم. هذا مو كلامي، كلام المحكمه الاتحاديه قالت لهم يابا مشكله الرئيس مشكله سياسيه روحوا حلوها، يعني بعيدا عن البرلمان، بعيدا عن اغلبيه المقاعد اللي تمثل المكون سين او صاد داخل البرلمان، احكي لي كاتفاق سياسي في المكون السني على شخصيه معينه لتتولى منصب رئيس البرلمان. ماذا لو كان من غير تقدم او تقدم ما راضي عليه؟ اعتقد احنا يعني في تحالف اداره الدوله احنا موجودين ستي العزيزه. نعم. واحنا عندنا تفاهمات، يعني عندنا تفاهمات، يعني مثلا سيد عمار عندنا تفاهمات مع اخواننا في نبني، عندنا تفاهمات مع اخواننا، يعني تشوفين حتى زيارات سيد الرئيس الحلبوسي رئيس حزب التقدم المكوكيلي كل يعني راح تعولون على الكتله الاكبر في ان يكون رئيس مجلس النواب من تقدم. لا ستي العزيزه انا ارجع واقول لك وحتى توضح الفكره، الفكره كالاتي، يعني حد الان حجاج تواريخ اجينا ستي العزيزه اجينا احنا بشراكه. نعم احنا اليوم احنا اجينا بشراكه. نعم تمام، باعتبار ليش شنو السبب اللي انطى التقدم رئاسه مجلس النواب؟
هو عدد اعضاء مجلس النواب بالنسبه للفائز الاول للمكون، صح؟ طيب انا اليوم اذا ضربت لك مثل، اذا وزير التجاره يتغير، مثال هذا وهو معروف ليا كتله، نعم. اجي اني بتقدم اقول لهم لا هذا مو لكم هذا الي. هسه وزير التجاره واحد، رئيس البرلمان واحد. انا اسال سؤال، هذا استحقاق. نعم. احنا اليوم شنو اللي خلانا نظل مطالبين بحقوقنا؟ هاي اراده ناخبين، اراده اهلنا. نعم. احنا غالبيه اعضاء مجلس النواب بالنسبه لي المحافظات الغربية والشمالية هم من تقدم، هاي حقيقة. ايش طرحتوا؟ غير طرحوا شخصية غير جدلية، شخصية ممكن توصلكم البر الأمان. احنا يعني أكيد يعني احنا بما يخص انه اكو دعوة بالمحكمة، نعم، بما يخص الجلسة الأخيرة، فاحنا كان المفروض ننتظر الجلسة، بما انه هسه المحكمة الاتحادية انطت قالت انا لا مانع انه من هذا الاجراء الانتخاب بما يخص الرئيس، فاكيد احنا عندنا تفاهمات مع شركائنا بالبلد. بالنتيجه النهائيه ارجع واقول لك ان شاء الله هو هذا المنصب لكل العراقيين، مو فقط لمكون او لتقدم، لا هذا منصب كل العراقيين. نعم. وش احنا نريد تكون السلطه التشريعيه هي مستقره حتى يستقر الوضع بصوره عامه بالعراق. نعم. ولكن احنا نجحنا بيحصد اعلى الاصوات بمناطقنا واهلتنا انه يكون هذا الاستحقاق من حقنا. طيب انا وياك اجينا بشراكه وبنص الطريق تقولي لا انت من تغير لا انا اجيب مو انت تجيب. زين شنو ليش وصلت المرحله لهذا الحد؟ اكيد، لان هسه انا اقول لك انا هسه كمحمد وهذا رايي الشخصي. نعم. اليوم احنا يعني الكتله الاكبر او الاطار التنسيقي قال لكم هالشكل؟ لا ما قال، بس احنا بدي احكي لك احنا في حتى احنا نكون واضحين امام الشارع وامام الشعب العراقي. نعم. احنا بالنسبه لنا شريكنا كان اللي هو السيد خميس الخنجر. نعم. تمام؟ واتفقوا هو السيد الحلبوسي انه يكون بعد القرار اللي صار انه يكون اختيار الرئيس بالتشاور. من جانب الاخر طرح مرشح، معناها هنا الشراكه انتهت. شلون انتهت؟ لان هو يعرف هذا استحقاقي ويعرف انه هذا الموضوع انه انا حصلت اعلى الاصوات في لأهلتني انه يكون هذا استحقاق. يعني انتم اعتراضكم مو على الشخصيه، اعتراضكم على المبدا. اي هو المبدا، شخص يكون هو المبدأ من تقدم. اي المبدا انه هو هذا اتفاق سياسي، لو ما كان الاتفاق السياسي حتى ويا شركائنا داخل المكون احنا ما نحكي ولا نقول قول طيب. يا بقدمه واشتغلوا، حتى انتم تعرفين كل عدد من المجتمعين اللي كانوا حاضرين بالجلسه انزعجوا من البيان لان ما عندهم علم به. طيب خلي اشوف استاذ مهند، استاذ مهند راح تدخل السياده وعزام وحسام بمرشح في الجلسه القادمه؟ يعني اولا هذا السؤال يوجه لهم وليس لي، لكن انا من قراءات قراءاتك انا ادري بك ما راح تجاوبني. لا انا ليش جايبتك اليوم حتى اشوف قراءتك؟ لا قراءتي انهم سيدخلون. نعم. انا عندي فد ملاحظه على اخوي استاذ محمد. تفضل. قال الطرف الاخر دخل على حصه حزب تقدم. انتم كنتم في السياده، انتم والشيخ خميس الخنجر، والكتاب الذي ذهب الى الاطار التنسيقي ذهب بتوقيع السيد محمد الحلبوسي والسيد خميس الخنجر. طيب. وكانوا خمس اشخاص، السيد شعلان الكريم، السيد سالم العيساوي، زياد الجنابي، وعبد الكريم عطان، واعتقد شخص من الموصل اعتقد كان رئيس جامعه اعرف ما مهم. نعم. هم خمس اشخاص. طيب اذا هم داخلين باتجاهكم ليش قبلتم تدزون كتاب من البدايه؟ من البدايه ما ادز خلاص سالم العيساوي يطرح رشح حالك حال اي واحد يدخل. ما دخل السيد طلال الزوبعي؟ نعم. ما دخل السيد عامر عبد الجبار؟ نعم. دخل منفرد. انتم دخلتم سيد الكريم، انتم دخلتم مع ارسلتم كتاب الى الاطار التنسيقي بوجود سالم العيساوي داخل هذا الكتاب. تمام لو لا استاذ محمد؟ دزيتم كتاب انتم الشيخ خميس الخنجر والسيد محمد الحلبوسي. دزيتم كتاب للاطار التنسيقي، الكتاب مالكم يقول هذولا مرشحين. نعم. يعني هنا شنو؟ انت قابل بترشيح سالم العيساوي. أنا هسه ما أريد أدخل بهاي الجدلية، ليش صارت هاي الجدلية؟ هو شنو هسه لحد الآن موضوع سالم العيساوي شنو انحسم ولا لا؟
لا هي هم على كلامهم حسب ما اسمع من النواب اللي اجتمعوا هم يعني لحد الان ما محددين بالاجتماع ما محددين منو شو اسمه، لكن وصلني واني جاي بالطريق انه دازين كتاب للاطار التنسيقي بترشيح سالم العيساوي، هو مرشحهم للكتله هاي الثلاثه اللي اجتمعت سياده وعزم وحسن بدون تقدم. خلي بس اشوف سالم. لا نعم موضوع سالم العيساوي انحسم ولا بعده؟ هذه يعني هم قرارهم، بس احنا قرار حسم وعزم وسياده قرار الاخرى لهم كل الاحترام والتقدير. نعم، ولكن يعني كقرار اذا هم يمتلكون اغلبيه مثل ما هم يدعون خلي يجمعون كل الاغلبيه، خلينا نشوف ايش قد عددهم، خلي يطلعون متواقع يقولون هذا مرشحنا. اكو شخص يقول انا عندي الاغلبيه، بس هو ما عنده يعني اغلبيه، وهم يعرفون انه اغلبيه تقصد اغلبيه اعضاء مجلس النواب. نعم، لان هي تدري بالنتيجه هي ترى عمليه التصويت. عدديه نعم التصويت. نعم خوش، وحتى اخوان في داخل اطار قسم من التصريحات كانت انه من يجي ب يعني سمعت انا جزء من التصريحات انه من اللي يجي باكثر عدد هو اللي يكون الى هذا الامر، وهذا الامر متحقق حتى في هذا الحال، هو متحقق حتى في تقدم. هسه احنا خلينا نعرف انه سالم العيساوي اجى من طرف سياده وعزم وحسم، وانتم تقدم شنو راح تدخلون؟ احنا تقدم يعني اكيد اكو تفاهمات وشراكات عندنا اسماء بيد قياده تقدم ورئيس حزب تقدم لحد الان ما تم الاعلان عنه. لحد الان اكو تفاهمات والاسماء يعني اللي انطرحت سابقا لحد الان ماكو شيء جديد الك ريم؟ ايه لا لحد الان ماكو شيء جديد، كل شيء على حاله. ماكو اسماء جديده؟ لا لحد الان وضع على حاله. لو اكو جديد وما ممكن الاعلان عنه؟ الوضع على حاله. طيب استاذ مهند، راح الاسماء خلينا نعرفها، نريد نعرف شنو حظوظها داخل الجلسه المقبله. سالم العيساوي اذا ما المحكمه الاتحاديه قالت ان الجلسه حقيقية ولا يوجد عليها أي شائبة قانونية. نعم. السيد أنا أقول لك وضع السيد كل الاحترام والتقدير للسيد شعلان الكريم. وضعه الآن. لا هسه احكي لي على سالم العيساوي، خلي يجي واحد واحد. مو أنا أقول لك بس أصلش للسيد حتى أصلش. راح أنا أجي جايته. وهذه الحظوظ عندما تضعف بطرف راح تقوى على طرف ثاني. نعم، سالم العيساوي شنو موقفه؟ جدا الآن إذا على هذا الوضع أنا أقول لك حظوظه جيد جدا. المشهداني. يعني بنسبة لكن سالم أقوى. طيب وعبطان؟ عبطان مو مرشح. ما راح يدخل؟ ما كان مرشح، ما دخل الجلسة. هم خمسة. مو اسمه؟ مو اسمه على أساس راح ينطرح؟ لا 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 ستنا العزيزة، أنتم اليوم حتى نفهم الكلام يصل للمتلقي بشكل صحيح. خب هم اللي دخلوا الجلسة الشيخ شعلان الكريم وسالم العيساوي ومحمود المشهداني. ما عليه بالجلسة بس حتى تصلش مع عبد الكريم عطان. بالاتفاق يا ست الاتفاق العزيز. الجديد اتفاق شنو اتفاق؟ ما اتفقوا على اسماء جديدة؟ ما اتفقوا على مسميات جديدة؟ وذول اللي مرشحين شلون؟ ما تقدرين تضيفين شيء بالجلسة؟ ذول ما إذا ما تبطل الجلسة المحكمة الاتحادية ما تقدرين تضيفين. طيب هذا قانون ما تقدرين الا هي طريقتين. اما المحكمه الاتحاديه تبطل الجلسه وتقول انه الجلسه غير شرعيه بها عور قانوني وتقدم والسياده كل من يقدم مرشحين. نعم، يعني هسه الحديث كله على سالم العيساوي. اي طبعا كل راح يصير التلاف. لا طبعا اكيد. نعم. الشيخ شعلان اكيد له اكيد عندهم تفاهمات، لكن تقولي لي حظوظ منه اكثر. الان اذا الجلسه ما ابطلت الجلسه سالم العيساوي انا اقول لك اياها يعبره. يعني ستنا الكلمه. نعم. هي مو القضيه هسه الان حتى نفتهم حتى لا القضيه انه انا طرف مع طرف على طرف. لا مو هيش، مو القضيه هيش. الان شيخ شعلان سبب هذا الجدل. يعني معقوله كل هذا الشرخ اللي صار داخل الاطار التنسيقي؟ نعم. وشفتم التغريدات وين وصل، كاد ان يفرط عقد الاطار التنسيقي. لا مو لهالدرجه كان. لا 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 ابدا. لا لا احكي لك اياها، صار زعل. انا ما جامل على الحق ابدا، ما جامل. صار زعل وكانت اكو تغريدات من هنا وهناك. اي بس تدرين هم قاده الاطار يعني تجاوزوا هاي المشكله وجلسوا على طاوله حوار وحلوا المشكله، ولا كانت يعني هذا الجدل الكبير اللي صار كان ان يفرط عقد الاطار. طيب مثل ما تم حل الوضع وجلسوا على طاوله حوار وحلوا الموضوع، ليش ما يحل القضيه
الجانب اللي هو الجانب اللي هو اولى برئاسه مجلس النواب استحقاقه برئاسه مجلس النواب. اثنينهم متعنتين، تقدم متعنت والطرف الثاني متعنت. طيب شلون راح يحلون الى متى هذا التعنت؟ هو مو يضل رئيس البرلمان حسب كلام استاذ مهند. احنا؟ احنا حقنا هذا، ما ماخذين منه حد. اخذناه بالانتخابات، فزنا الاول، خلينا ينجحون مثلنا ويجيبون هاي الاعداد وخلي ياخذوا. هسه اذا هم صاروا استاذ محمد عفوا، اذا صاروا هم اكثر من عندكم منو؟ هو ما راح هذا الكلام. بس اسمح لي استاذ مهند، اكو الى صحه استاذ مهند. استاذ محمد، اذا تم اختيار رئيس مجلس النواب من غير تقدم وحصل بالاغلبيه المريحه وتم اختيار رئيس مجلس النواب من غير تقدم، شنو موقف تقدمهم هسه بهاي اللحظه؟ ما يصير هذا الامر حتى اروح لك الموقف. موقف ثابت باتجاه تقدم. تعولون على منو؟ شركاء تعويلكم على شنو؟ عندنا تفاهمات وعندنا اخرين داخل الاطار التنسيقي. نعم. شركائنا وداخل المكون همتين عندنا شراكات. نعم. فاكيد هذا الامر ما راح يتم الامضاء به. لانه ما معناها انت هسه اليوم جايب حق ويتم التجاوز على هذا الحق او محاوله سلبه، هذا استحقاق انتخابي. احنا ما اخذنا من احد، اخذناه من اصوات اهلنا وناسنا وجمهورنا. هم لو قدروا ينجحون بهذا العدد وبهذا النجاح اللي قدمته تقدم بالتمثيل النيابي كان قلنا لهم هذا حقهم، ولكن هذا استحقاقنا. طيب استاذ مهند، يعني حضرتك قلت الطرفين ما زالوا متعنتين وما يريدون يجلسون على طاوله حوار. خلي نروح لرئيس الوزراء السيد السوداني، قادر ان يجمع هؤلاء الفرقاء ويحل هذا النزاع وممكن يوصل بنتيجه؟ الاصل الاصل هاي يعني من وجهه نظري مع احترامنا لدوله رئيس الوزراء، اكيد هو يعني اب لكل العراقيين. نعم. كل الاحترام والتقدير لكل الموجودين، رئيس الجمهوريه، رئيس البرلمان، رئيس الوزراء، لكن يذهبون الى البرلمان. يذهبون الى البرلمان، اذا لم يجلسوا على طاوله حوار هذا الاولى بهم ان يجلسون. هم الان شوفي خلينا نتكلم، المكون السني يؤمن بالدوله. نعم. لا يؤمن ببعض المرجعيات. المكون السني ليس لديه لا مرجعيه سياسيه ولا مرجعيه دينيه. وهذا هو وحده من الاسباب، يعني هسه اليوم المكون الشيعي عندما حدثت الازمه هناك اكو تفاهم، اكو مرجعيات استطاعت ان تخفف رغم هذا الصراع اللي صار. طيب. شفتم احداث الخضراء. نعم. لكن اكو مرجعيات دينيه استطاعت ان تضبط الوضع. اليوم المكون السني يفتقد الى هذا 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 المرجعيه. نعم. المكون السني يؤمن بمرجعيه الدوله. بس قبل الدوله ودائما يلتف حول رئيس البرلمان. قبل الدوله، قبل الدوله اكو تفاهم سياسي يلجا له حتى يلقى له حل. بس ارجع لك بهاي النقطه، خل اشوف استاذ محمد. المناصب مع كل احترامي لي المناصب ما تجي اذا ماكو تفاهم سياسي استاذ مهند. قال هي نقاط. نعم. ابدا مو نقاط، والدليل راح اضرب لكم مثال. لا خلي المثال. نعم. مو نقاط. نعم. محمد الشاع السوداني جاء وحده وصار رئيس وزراء. عبد اللطيف السيد عبد اللطيف رئيس الجمهوريه. هم 17 البارتي، اليكتي 17، والبارتي ايش قد؟ 33. كل مكون من اللي ذكرتهم الى ظروفه الخاصه كسنه واكراد وشيعه، ماكو مقارنه. حسب الظروف. حسب الظروف. نعم. بس خلي ارجع لك بهالنقطه، خلي اشوف استاذ محمد. استاذ محمد، منو الحلفاء اللي عول عليهم تقدم؟ يعني ارجع استحقاقهم حسب ما تقول، عندي استحقاق انتخابي. نعم. وعندي اصوات تمكنني انه انا اخذ هذا المنصب لان. نعم. هو استحقاقي. نعم. اول شيء بس اقول لك فد قضيه على. نعم. على موضوع المتعنتين. احنا مو متعنتين، بس هي اكو محاوله لاقصاء تقدم وتهميش تقدم، ثقي بالله. يعني لانه هسه اني الاخرين اني اقول لك حلبوسي عمل، حلبوسي شاب، حلبوسي قريب من الناس، حلبوسي ما عنده ارتباطات، حلبوسي ما صعد يعني وقال انه احنا ضد الدوله او اطلق شعارات انه هذا الجيش جيش ميليشياوي، او قال الحلبوسي يابا تعالوا احنا شو اسمه هاي الدوله تابعه لدول خارجيه. حلبوسي مؤمن بالدوله. كنا احنا نعرف كعراقيين انه بعد 2003 انه كان المجتمع السني رافض العمليه السياسيه، هاي تتذكرين؟ كنا نتذكر هذا الموضوع. خوش. وجت ناس قبلنا واشتغلت وجزاهم الله الف خير. ولكن النجاح للامانه اللي حققه الحلبوسي كونه قريب من المدنيه، كونه قريب من اهلنا بمحافظاتنا، كون عنده شراكات حقيقيه، قدر انه يتقدم الصف. طيب. هذا النجاح اللي حققه الاخرين ما يتمنوا للحلبوسي ولا للتقدم.
والدليل على هذا انه راح يعني يجوز استاذ مهند يقول لي انتم ما اخذتوا بس محافظ بالانبار. بس اني الحزب الوحيد كحزب تقدم بمناطقنا وبكل المحافظات اللي حققنا احنا جبنا 33 عضو مجلس محافظه بمختلف المحافظات. طيب تمام؟ نعم. وعندنا تمثيل حقيقي بمناطقنا وبالنواب حصدنا اعلى المقاعد. اذا هذا كله كاستحقاق حصلت هو هسه احنا مشكلتنا الاستحقاق. انتم لحد الان مشكلتنا الاستحقاق. تعويلكم على منو؟ اليوم تقدم بمن يزامط بقول تهنى، بمن يزامط شفت زيارات السيد ادخل مجلس النواب وانا مرتاح. نعم نعم. احنا ليش ما ندعم عضو يعني مرشح تقدم؟ راح يجي مرشح قوي مو مرشح ضعيف. مو وراء مجموعه يعني 20 او 25 مع احترامنا للاخرين، ولكن وراء كتله قويه وتدعمه وتتحمل الاخفاق والنجاح. طيب. فاحنا بالنسبه انه شفتي زيارات الرئيس الحلبوسي؟ في صار الأسبوع انت شفتيها في كل زار كل الرؤساء كتل الاحزاب السياسيه. طيب بس اذا بدنا عندنا اختي العزيزه. نعم. احنا عندنا حتى تتعرفين. نعم. احنا مو كل شيء نحكيه بالاعلام. عندنا تفاهمات حقيقيه وشراكات حقيقيه. هذا الاستحقاق الانتخابي راح انت تشوفين الاستحقاق الانتخابي. نعم. خلينا نحكي بالارقام. نعم. هسه انت تعول على اغلبيتك بالمقاعد الموجوده تحت. نعم. مجلس النواب قبه. نعم. مجلس النواب. نعم. ايش قد اعضاء تقدم؟ 45. نعم. يعني احنا ايش قد يراد لنا حتى نعبر النصف زائد واحد بالتصويت؟ 166. 166. نعم. يعني ايش قد يراد لك بعد تقريبا اكثر من 100؟ اي ليش احنا ليش ذاك 120 صوت؟ ليش ضامن انت ال 120 صوت؟ 120 شيخ شعلان شلون جاب 152؟ نعم. لو مستمرت جلسه مال انتخاب الرئيس الاخير شعلان الكريم رئيس برلمان هسه اللي صار لا لا مو انت انا احكي لك هسه انا من اجيب دعوه اقيمت على وين ستي العزيزه؟ نعم. اغلب مرشح حتى انت تعرفين انت تحكي وياي ارقام. نعم. انا هم احكي وياك ارقام. اغلب مرشح اقرب مرشح العفو بعد شيخ شعلان جاب 98 يعني كرقم 98 حقق. نعم. تمام. والبعد جاب 46 او يمكن 42. حتى اذا تجمعهم اثنيناتهم ما يجون بحجم تفاهمات تقدم مع شركائهم. فاحنا بالفتره المقبله اكيد راح يكون اكو تفاهم واكيد هو احنا هذا اللي نقصد منه. نعم. بعد اللي صار وبعد الدعوه اللي قيمت على الجلسه. نعم. وبعد كل الارهاصات. نعم. اللي صارت راح يبقى هذا الوضع نفسه؟ لا لا راح يبقى انتم ضامنين ال 152 صوت؟ اكيد انا ارجع واقول لك. نعم. حتى انا عندنا تفاهمات وعندنا شراكات. الايام المقبله اكيد سنشهد انه الامور تحل بطريقه تضمن استقرار العمليه السياسيه ودعم الاصلاح ودعم البرنامج الحكومي. احنا بالنسبه ان ارجع واقول لك من صار قرار المحكمه التزمنا به وقدمنا مرشح احنا ما نريد احنا داعمين برنامج الحكومي داعمين تحالف اداره الدوله. نعم. ما نريد الوضع يبقى على ما هذا احنا من اجينا بانتخابات 2021 كل المجتمعين بتحالف اداره الدوله اقروا الاصلاح والتغيير اللي اراده المواطن العراقي. طيب. فاحنا نريد نحقق شيء للناس. فاحنا هذا هدفنا لا اكثر ولا نريد نعرقل العمليه السياسيه بالعكس احنا قلت لك ثاني يوم راسا قدمنا مرشح وانتهى الموضوع بالنسبه لنا. طيب استاذ مهند اذا نجح رئيس الحكومه الحالي السيد السوداني بجمع الفرقاء وحل هاي الزوبعه ممكن وصلوا النتيجه راح يحسب نجاح للسيد السوداني وراح يحسب نجاح للاطار وراح يحسب نجاح للكتله الاكبر. طيب وين دور الكتله الثانيه اللي هي متبنيه لمساله اختيار رئيس مجلس النواب؟ يعني اولا انا راح اجاوبك على هذا السؤال. نعم. لكن انا جايب الاسماء من الويب سايت مال مجلس النواب. اسماء شنو؟ اعضاء مجلس النواب. كل كتله جايبها. اي هم نقراهم كلهم 30 لا لا ما اقراها. اي الاستاذ محمد يقول هم 45 نائب. اي هسه اعد لكم اياهم. لا انطيني النتيجه. تقدم اعطيك النتيجه. اي لان حتى وقت ما تقدم. اي فازت ب 34 نائب. نعم. ببدايه الامر. نعم. 34 نائب. نعم. التوقع 38. لا لا هذه مفوضيه هسه طلع لك النتائج المفوضيه. لا لا 38 تاكد. متاكد منها انا 100% هسه اعطيك اياها. تقدم وحلفاء. هسه 38 اجي. نعم. وياك. نعم. اجي وياكم. نعم. صرتم 42. نعم. انا بنعطيكم اياها وجايب لكم اياها. هذا. نعم. اخر تحديث لمجلس النواب. نعم.
42 نائب بما فيهم المنسحبون عادل المحلاوي نهلة جبار، 10 نواب انسحبوا من تقدم. يعني ايش قصدك؟ هذا الكلام غير صحيح. 32 هسه انا الكلام صحيح. انت تروح لي ايش؟ انت راح تروح لي على شيء جدلي. بس استاذ العزيز لا 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 ارجع لك انطيك وقتك. لا لا استاذ محمد والله انطيك وقتك. شيء غير دقيق ما اقبل. بس خلنا نسمع. انا مو صحيح هذا الكلام. عندك 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 وقتك ترد لي. صدر رايي مو صحيح ما اقبل. خلينا نسمع استاذ محمد. استاذ محمد اسمح لي استاذ مهند. راح انطيك وقتك اللي تجاوب به توصل المعلومه اللي تريدها. بس خلي اوصل. اذا طلع كلامي مو دقيق. هو مسؤول عن كلامه. انا اتحاسب على هو مسؤول عن كلامه. انا اتفضل. انا كلهم متواصل وياهم. اثنين اكو نواب من تقدم انا احكي وياهم. استاذ مهند استاذ مهند وصلنا 32 نائب. 32 هم. شنو اللي تريد توصل له؟ شنو اللي تريد توصل له؟ اللي صار انسحبوا من عندهم بالاسماء اعطيكم اياهم. الاول مره رعد الدهلقي وفلاح الزيدان وعادل المحلاوي والسبعاوي والورشان. طيب ايش قد صاروا؟ خمسه. انسحبوا ورا الانتخابات نهله الفهداوي وزيتون الدليمي ونهال الشمري. ايش قد صاروا؟ ثمانيه. تمام لو لا؟ تمام. انتحبت ساهره اللي ساهره اللي من كركوك جت بديل محمد تميم. نعم. ايش قد صاروا؟ تسعه. طيب اكو وحده من النائبات بتحضرني بس انا مأشرها اذا يسمح لي الوقت اطلع. لا لا ما عندي وقت. ما عندي وقت. ما عنديش وقت. تمام. نعم. اليوم هم اذا يقولون اذا هذول مو مسحوبين. نعم. هذول الاعضاء مجلس النواب اذا مو مسحوبين من تقدم خليهم يجون يوم يجون يقعدون ويا تقدم ها ويطلعون ببيان. طيب هم اذا منسحبين ليش ما يعلنون؟ ليش شنو الامور؟ شنو على شنو ضم يا اخو؟ نعم. مو مستحين. نعم. كلهم اعلنوا نهله وزيتون ونهال. لا اعلنوه هسه انطيتك قاعدين هم قاعدين. استاذ مهند بس اعصابك انطيتك دليت يعني. دليت بدلوك. خلي اسمع استاذ مهند الك هسه الوقت ترد بما تشاء استاذ محمد. وين ستي العزيزه؟ تقدم تفضل. هي وحلفائها 51 تمام؟ هي وحلفائها حلفائها اللي اقصد عندنا مرشحين بدلاء اللي نجحوا بعد انت يعني اللي فازوا بعد. انا جاي اتحدث لك عن انسحابات. اذا اسمحي لي 10 اشخاص منسحبين. خل اجاوبك. هم انسحبوا فعلا؟ يعني اذا تسمحي لي. اتفضل. اولا 51 عضو. نعم. شكلنا على اساسهم الحكومه تمام؟ طيب طيب. تقدم 37. نعم. 8 مستقلين انضموا لتقدم. طيب. وعندنا حلفاء. يعني اكو اسم من الاسماء اللي ذكرها اصلا صح هو مو اصلا مو تقدم. نعم. لكن هو حليفي. هو اصلا مو تقدم. وانت فايزين على لا 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 انا احكي لك شخص يعني امراه انت ذكرتها مره معروف توجهها انت تعرف يعني. اذكروا لي اسماء بدون لا 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 هو نائب عضو مجلس النواب. نهال الشماري. اي اذكر لي اسماء. يعني نهال فازت على حزب تقدم. ايش بيها نهال؟ اذا تسمحي لي اختي. هي كانت ويا متحالفين معاكم بس اسمعني حركه العدل والاحسان. احنا اتفقنا مع القاطع؟ حتى انا لو اعرف انه جايب اوراق كان سحبت لك يعني ما صار هو ما انتخاب شيخ شعلان كرين ارجعي عليها. نعم. شوفي كم نائب بتقدم وقعوا للشيخ شعلان الكريم قبل الجلسه. الزبده استاذ محمد 46 الزبده. انتم هسه انتم هسه كم مقعد يمثل تقدم الطين الزبده. اسال سؤال جواب. اسال سؤال. ارجع واقول لك ماكو احد انسحب من تقدم. وهاي محاوله لايصال رساله للشركاء ان التقدم صدعت. ما حد منسحب من تقدم. ما حد منسحب من تقدم. اما وهاي الاسماء اللي ذكرها. اما اذا شخصيات يعني هو قناعته راح ويا شيخ خميس او ويا هذا هاي مو هسه. هذا الكلام مو هسه تمام. بس حاليا هذا الكلام بس محسوبين عندكم. بس اسمح لي استاذ هذا الحكي مالتك مو صحيح. الزبده 48 مقعد. 48 مقعد يمثل تقدم. هسه حاليا 46 مقعد. 46 مقعد. ارجعي ارجعي. نعم. هسه يعني انا مشكله شو الانترنت انها شبكه ضعيفه. نعم. كان حولت لك القائمه مال الاسماء لعدد اعضاء المجلس اللي هم في حزب تقدم اللي وقعوا للشيخ شعلان الكريم بالاسماء. تمام. فاكو متحالفين ويا تقدم. طيب تمام.
هذا هو مو تقدم رشحوا يا الانتخابات هسه هسه احنا من هذا واحد نعم. هذا الموضوع استاذ محمد هسه احنا اليوم من اجينا اسسنا هاي العمليه ارجع واقول لك اجينا على اساس شراكه شراكه شنو؟ انت اخذت التربيه، انت اخذت التجاره، احنا اخذنا التخطيط، اخذنا الصناعه ومعروف لكل الكتل داخل مكون رئاسه مجلس النواب هي اللي تقدم. طيب هسه خلينا هاي النقطه. ليش هسه انت بس دقيقه، ليش هسه من صار موضوع معين والتزمنا بقرار المحكمه غير الاستحقاق هو معروف يجي بديل من نفس الحزب؟ هسه انا اجي ادور هذا انسحب وهذا بقى حتى والله تقدم ها ها على ضوء على ضوء هذا كلامك بس استاذ مهند تؤمنون بلغه الارقام استاذ مهند هسه خلينا نطلع من موجوده عندنا استاذ مهند حتى نستغل الوقت المتبقي اقل من خمس دقائق خلينا نغادر مرحله من الطبمن وطلع من انسحب هاي ما راح توكل خبز اليوم شعلان الكريم حصل اكثر من 150 صوت يعني اكتسح هسه حتى اكتسح اكتسح الموضوع ولو مستمر الجلسه بدون هذه الشوائب اللي صارت كان اخذ رئاسه مجلس النواب. الان بحديثك في بدايه كلامك قلت سالم الايساوي ممكن انه راح يتسح وحظوظه اقوى. طيب شلون ممكن تأمن؟ هي صحيح هو انا اقول لك ليش؟ لانه بعد شنو ضماناتكم؟ ضماناتكم شنو؟ ضمانات على انه ممكن هاي التصويت اللي راح شعلان الكريم يروح للايساوي. الاطار التنسيقي دائما يتكلمون انه اتوا لنا بتواقيع اغلبيه وتعالوا تفضلوا. طيب الجماعه يعني لا أتمنى بفكرتهم لكن هم يتكلمون ويقولون نحن حققنا 39 توقيع طيب والآن نحن هم المكون السني ايش قد 74 خلي يعرضونا اياها 39 ها تمام خلي يعرضونا اياها اللي هم حسنوا عزموا السياده انا بس انا بس حتى اكون انا ما اتمنى فكرتهم بس بدي اقول لك هم دا يقولون احنا حققنا 39 طيب اذا هم اليوم جابوا لكم 9 وراح على الاطار التنسيقي وشايلين 39 نائب وطرحوا من المكون السني اللي هو 74 39 يروحون 39 74 يروحون 39 ايش قد يظلون؟ يظلون يعني هم الان منقسمين قسمين قسم مع تقدم وقسم مع هذا شو تسميه اطار سني مثلا اللي تقصد عليهم بالكتله الاكبر المتحالفين ما اعرف طيب على ضوء هذا الان احكي لي احكي لي الاجتماع بس انا بس حتى اصل ويا استاذ محمد اصل ويا اخوي محمد حتى استاذ محمد عفوا ما انا اريد معلومه وقت ما عندي ما يخالف هي نص دقيقه راح اصل وياه نعم اذا هم اولا خلينا نتفق على انه اذا هم حققوا الاغلبيه نعم على انا اقول لك ما محققيها بس اذا هم حققوا الاغلبيه خلي يطلعوا بتواقيع بالاعلام وخلي يجمعون ال 39 كلهم بجلسه ويراسوها هم حتى احنا نقول لهم يابا كلامكم صحيح اما محمد. احنا نظل احنا اغلبيه وعندنا ويانا فلان وفلان ما نعرفهم منهم ما راح اصل للشعب للشعب الفكره طيب بس اسمح لي استاذ محمد اذا هم انا ما بدي اتبنى فكرتهم اذا بدي اقول لك ما بدي اتبنى فكرتهم اذا استاذ محمد بس اسمح لي اوصلوا انا وصلت فكرتك بس خليني اشوف استاذ محمد استاذ محمد الكتله الاكبر او الاطار التنسيقي يقول لك جيب لي مرشح متفق عليه نعم موافي كل الشروط انا ابصم لك بالعشره اختي العزيزه هاي مختصر لكم اياها فعلى ضوء هذا اريد اعرف مخرجات الاجتماع اللي صار ببيت العبادي نعم نعم اولا يعني الشراكه ما تنبني على التجاوز على الاستحقاق الانتخابي وهم يعرفون هذا الامر اما انت تدور لي عضو انسحاب واجا وياي هسه تجاوزناها هاي المرحله اني لحد الان اقول لك لم ينسحب اي عضو وتقدم يعني حزب رصين ومتماسك والاغلبيه طيب. المكونات اللي يدعوها الاخرين متحققه بتقدم طيب هاي نقطة. النقطة الثانية من اجينا مقعد الرئيس انحسب علينا ب 28 نقطة. هاي هماتينا هاي انا متأكد من هاي المعلومة. نعم. من خلال قياداتنا التقدم. فمشينا على اساس هذا. ومع هذا عندنا 46 وموقعين وسيجون الاخرين يريدون يعني استحقاق تقدم. يعني شنو السبب ليش احنا هماتينا شو ما شفنا حتى اقول لك اياها الصراحه هم لاقين عليكم الحجه يقول لك احنا مثل الاغلبيه وحققنا الاغلبيه انا بس صراحه لو شفتهم مصرين من خلال قناتكم انا لو شفتهم مصرين على موضوع العفو العام شفتهم مصرين على المغيبين شفتهم مصرين على التوازن على المساءله والعداله هاي الحقوق احنا نريدها نعم واحنا هاي مذكوره بالبرنامج الحكومي بالاتفاق السياسي، طيب. ليش ما شفنا الاصرار على هذني؟ خلينا نقعد سوية ونصر على هذني، ما عندنا مشكله.
بس انت تصر على استحقاق هو لحزب اخر وانت تعرفه. فهنا يعني احنا نتمنى انه اليوم كعراقيين بصوره عامه، مو بس السنه ولا فقط الشيعه، احنا نريد هاي المسائل كلها بالنسبه لاهلنا ومحافظاتنا ومناطقنا تنتهي، احنا نريد نبني العراق، نبني العمل السياسي، نقوم العمل السياسي، احنا ما نريد نقلل من قيمه احد ولا نستهدف جهه ولا حزب سياسي، بقدر ما نريد نكون احنا ناس معززين للعمليه السياسيه واستقرار الوضع بالعراق بصوره عامه. طيب استاذ مهند، خلي يعني احنا هسه وقت ما عندنا للتفاصيل كلها ممكن تدخلي بيها، بس انطيني الزبده، جلسه يوم السبت ايش راح يصير بها؟ يتضمن جدول الاعمال شيء يخص والله انا سمعت رئاسه البرلمان حسب ما افتهمت انه اكو جلسه وعلى الاغلب انه راح يكون دخول للجسم يعني لتقديم يتقدم لل، لانه المحكمه الاتحاديه قالت لهم امضوا في انتخاب رئيس مجلس النواب، وامس حتى بزياره ببيان المحكمه الاتحاديه بعد زياره السيد الحلبوسي الى يعني كانت واضحه، امضوا في انتخاب رئيس مجلس النواب. نعم. هسه منو اللي يفوز؟ ممكن شعلان الكريم، ممكن سالم العيساوي، بس قولات اهلنا خليها ذبحوها على قبله. يلا 14 عرش معلقين، معلقين رئيس مجلس النواب. يعني طيب اذا انتم حاسمين امركم مع متحالفيكم، نعم، مع حلفائكم، طبوا للجلسه، طبوا روحوا فوتوا للجلسه. استاذ مهند هسه الشغله تخوف، يقول لك ورا العيد، انت تعرف جاي رمضان والناس كلها تريد تروح شهر الله الى ورا العيد، والله ممكن تنحسم السبت. النهايه حتى اقول لك اياها من الاخير، النهايه هو عدم انتخاب رئيس مجلس نواب سني، هاي نقطة بساطة. أما يعني راح يظل يم السيد المندلاوي، كل الاحترام والتقدير للسيد المندلاوي. نعم. وهاي المحكمة الاتحادية يعني جرجر راح تجرجر مثل ما جاء، كل الاحترام والتقدير حتى لا حد يقدر. عم المحكمة الاتحادية قالت لكم هاي أوراقكم، اليوم المحكمة الاتحادية إلها، اليوم المحكمة الاتحادية قضية ليث الدليمي سنة إلا شهر وهي تجرجر بيها وتجرجر. هذا القضاء خلقه طويل عشان يعني احنا اليوم القضاء، اليوم أنا أبدأ أسأل السؤال، اليوم كل الاحترام والتقدير للقضاء، اليوم والله هسه جاء 1/4 قالوا احنا ما مكملين، هاي استحقاقات تريد تجيله ويوم يحل لك اياها، مستحيل. لا لا مو هيك، لا 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 مو لا لا مو قصدي هيك، ودا اقول لك انا ليش ما افوت احسم الجلسه والمحكمه مبينه هي انطتك الاذن، والدليل على ذلك انطتك الاذن، ما نطتهم اتفقون ويحل لكم رئيس، ما نطتهم امر ولائي. طيب ما نطتهم امر ولائي، انا اسال اخوي استاذ محمد، ليش تعولون على الامر الولائي؟ ليش تعولون على الامر الولائي؟ ما هو عندكم انتم استحقاقات قانونيه، ليش ذابين هذا؟ مو انا اعول عليها، هم يعولون عليها، هم طالبوا امر ولائي. طبعا انتم اذا انتم مقتنعين بشيخ شعلان كل الاحترام والتقدير الشخصي، انتم علش رحتم تدورون تبطلون الجلسه؟ طيب. اذا مسيطرين، بس انا ابدا اسال دقيقه واحده، نعم، يتكلم عن خصومهم، ليش ما تحكون عن قانون العفو العام وليش؟ يا اخي كنا خلينا نجلس، انا ما قلت، انا كلامي واضح ومسجل، قلت احنا لو كنا نقعد على هاي القضايا ونلتم يكون افضل. لا 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 اخوي استاذ، انت مو من الانبار، لو جاي انت من خارج الحدود. لا والله من الانبار، مو من الانبار والله، اكو شيء بالعراق تعلمنا عليه، اذا مو توافق سياسي مع كل الكتل السياسيه شكلاني غلطان. استاذ محمد، الاجتماع الاخير اللي صار برعايه الخنجر، ليش تقدم ما كان حاضر به؟ ما عدنا علم والله، تفاجئنا شي نهائي. هاي خوش تخريج يعني، ما عندنا ما عندنا علم وتفاجئ الله. زين احنا مسيطرين ستي العزيزه، احنا مسيطرين اغلبيه، يعني انتهت اغلبيه اعضاء المكون من عندنا ان شاء الله. الف مبارك عليكم، واحنا نحترم شركائنا الاخرين بالمكون. منو المرشح اللي راح بالبلد، وهذا المنصب لكل العراقيين ان شاء الله. هسه كمعلومه، منو راح يكون رئيس مجلس النواب من تقدم؟ والله ان شاء الله، يعني هو المهم يشتغل لاهله وديرته والمناطق ولكل العراق، هذا اهم. منو؟ منو من تقدم بالنتيجه النهائيه؟ اكو اسم؟ اذا ما يكون الحلبوسي قاعد ويتفاهم ويا شركاء بالاطار وشركاء بالمكون، ما راح يكون رئيس مجلس النواب اذا ما يكون اكو تفاهم وتوافق. طيب اذا الاستاذ محمد الغريري عضو حزب تقدم، شكرا جزيلا لوجودك، وايضا شكرا للاستاذ مهند الراوي سياسي ومستقل، شكرا لكم ضيوف الكرام، وبالتاكيد شكرا لكم مشاهدينا الكرام لحسن الاصغاء والمتابعه، انتظرونا بحلقه جايه من كلام حر الاسبوع القادم، دمتم في امان الله وحفظه.